نروح للزمالك. النهارده الزمالك مباراه مع فريق مجهول حرفيا، يعني مجهول. انا حتى كنت بقول انه مجهول على الجهاز الفني، ملوش ماتيريال يعني. احنا لما قعدنا ندور عايزين نشوف له فيديوهات، اولا في الدوري البروندي مش بيصوروا طبعا بالكواليتي، مفيش. لو لقيت لعيبهم في الدوري التمهيدي سيئين جدا، ما تقدرش تقرا فنيا. فانت بتتكلم انه الزمالك بيلعب مع فريق مجهول للاسف في 2022، في فرقه بنقول عليها فريق مجهوله. فالفرقه النهارده كان صعوبتها انها مش معروف خطورتها منين او نقاط ضعفها فين. بالظبط صح. هي المشكله كمان ان الواحد بجد زعلان ان نادي الزمالك نزل للفريق دوت. هو كان المفروض يعلى ويؤدي اداء كويس ويعمل ضغط عالي ويفرض سيطرته. هو سيطر على المباراه وضيع فرص، عشان بس نقول سيطر على المباراه، ضيع فرص، ضيع فرص، يجي 3-4 فرص مثلا. ابراهيم النضاي ضيع فرصتين جونين صح. زيزو عمل فرصه للفرود لما نزل برضه ضيع، يعني ضيعوا فرص بالظبط، يعني ضيعوا فرص كتيره. بس السيطره وان انت تسيطر على مجريات المباراه كلها ما كانتش عجباني انا. النهارده برضه لو تيجي تبص كريم، غير في الطريقه، لعب 4-3-3، غير في طريقه لعبه، ودي حاجه كويس انا مبسوط منها، لان انت الـ كل اللعيبه اللي انت بتجيبها ديت لو فضلت على الطريقه القديمه ممكن نصهم ما يلعبوش صح. ودي الطريقه الاصليه بتاعت فريرا، يعني دي الطريقه بتاعت 2014 2015 بالظبط. ولو لعب بثلاثة السنه اللي فاتت فكان مضطر وظف، ما عندوش عناصر بالظبط. فانت لعيب، انت جبت لعيبه كتير نص الملعب، فانت لازم تلعب بالطريقه ديت. بس هو المشكله زكريا ديت، انا عايز اسال سؤال، هو جاي 6 ولا 8؟ هو اقرب منه 6. هو شبه حسام مصطفى، مش شبهه في الاداء، اقصد يعني ان هو اقرب للسته منه. انت اقرب من 8 منك للسته، بس هو اقرب من السته منها 8 بالظبط. فهي دي النقطه، يعني عارف انا كنت مبسوط في شغل كده كان بيعملوه مثلا كل ثلاثه مع بعض، يعني المسلوسي وكان عمر جابر ومع ابراهيم النضاي، كان ده الثلاثي دوت، ده يفتح يطلع على الطرف، ده ينزل نص الملعب، ده يروح مكانه. فكان في حاجات بتحصل كان كنت انا بالظبط يا كابتن، كانت عجباني يعني صح. طيب التحولات دي يا كابتن محمد بيتكلم عنها كابتن حسن، انه الدفاعيه والهجوميه بطريقه اللعب 4-3-3، شعرته كان انه امام عاشور اثر تاثير غيابه كبير على تشكيله الزمالك النهارده، من اكتر اللعيبه اللي بتعرف تعمل التحولات دي من الدفاع للهجوم والعكس صحيح. يعني النهارده حتى لما جرب عمر جابر انه يلعب مكانه، عمر طبعا خبرات كبيره بس بروفايل مختلف عن امام عاشور، طريقه لعبه مختلفه. لا لا، الثلاثه بتوع نص الملعب النهارده ما فهمش حد كواليتي امام بالزبط. امام بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي، وده ما قليل تلاقيه بالزبط. يعني من احسن اللعيبه رقم 8 في مصر ويمكن في افريقيا امام دلوقتي، الله ربنا يحرسه. وغير من سلوكه كمان بالظبط، شخصيه اختلفت طبعا، تطور اختلفت، يا رب يحميه. وبالنادي بكده ان اللعيب لما بيتغير بيأدي في الملعب صح. فرق النهارده لان عمر ستايله زي رؤى زي الوردي، عارف الريتم التقيل، وده اللي خلى الزمالك شويه كابتن ما تحسش ماسكين كوره كتير في نص الملعب، لان برده الفرقه ما الهويه بتاعتها رايحه خالص. في سيطره في بس ما فيش الايجابيه لقدام. يعني الوحيد زيزو اللي بيروح عمال نضاي عايز يهدى شويه لانه حاسس انه عشوائي شويه. لعيب كويس قوي جدا، من اكتر اللعيبه اللي ممكن تفيد الزمالك الموسم ده، والعشوائيه بتاعته دي هيخطف حاجات كتيره صح. يعني بيضيع اجواء كتير قوي، ما انا بقول لك هتحس ان هو برضه هنتعامل معاه اول مباراه، هو لعب مباراه اللي هي الجزء منها صغير، بس هنتعامل برضه معاه ان اول مباراه وبيلعب فين؟ انه عارف يعني ايه زمالك وعارف يعني ايه اهلي، انه كان في دجله بالظبط، كان يبص للزمالك كده والاهلي بيتخض. انا افكركم بحاجه، زيزو بداياته مع الزمالك كان ضعيفه جدا، كان هجوم يعني في نهايه الهجمات الفينش بتاعه كان في منتهى السهوله لو تفتكروا زيزو في بدايته مع زمالك. دلوقتي يعني ما شاء الله عليه كل حاجه بيعملها. التحولات ده يا كابتن هتفرق، امام هيفرق معاهم قوي. انا شايف ان عمر جابر في نص الملعب في ماتشات تقيله لا مش بتاع، يعني هو على الطرف وباك رايت ويزودك بالظبط مكان المسلوسي. لان عمر في الحته دي طيب، هو ولا نيمار؟ سيد انت رايك ايه؟ لا سيد دلوقتي ما ينفعش يقعد، عارف انت البرجه اللي شغاله يا حسن بالظبط يا كابتن، طريقه اللعب ويخش لجوه وبيزودك هجوميا. ده جات له النهارده واحده اللي عملها لي زيزو، حطها ببطن رجله ضيعها، عشان بقاله هو الولد ده كان هداف في الناشئين، بس لما رجع لورا بقى دي حساسيه. يعني وهي جايه له كده لازم يحط ببطن رجله في زي ما جاي، هو فتح بطن رجله عملها في البيت فطلعت بره، دي الحساسيه. بس وصل فين؟
لا فنيمار يشتغل في الحته دي، عمر لو اتزنقت في حته معينه تلعبوا فيها، انما لو امام موجود لا. انطباعاتك ايه على زكريا الورد يا كابتن حسن؟ هو النهارده خلي بالك هو عايز يعمل كل حاجه، فكل حاجه ديت بتوديك للي هو عمله النهارده. ميس باص كتير، تفكيره كان بطيء، عايز يعدي، كان ما بيعملش كل حاجه مظبوطه النهارده. فانا بس انا حاسس ان هو خامه كويسه، وهو لعيب كويس، ستايله كويس، حماسي، يعني عارف انت تحس ان هو كأنه بيلعب في الدوري المصري بقاله كتير. بس انا محتاج ان هو يهدى شويه والناس تقول له انت لعيب كبير وانت جاي في نادي الزمالك ولازم تعرف تباصي بسرعه. هو كان بيمسك كوره كتير قوي النهارده.